ما هي إلا ساعات فقط من دخول قانون قيصر حيز التنفيذ حتى باتت أنظار السوريين إلى الأسعار التي ترتفع باستمرار، فالعقوبات التي تطال ممولي نظام الأسد لن تستثني تداعياتها الشعب السوري، وخاصة في مخيمات الشمال حيث غياب الإمكانيات وفرص العمل والغلاء الفاحش. بعد تدهور العملة السورية والفقر العام الموجود هنا بالمنطقة وغلاء الأسعار والتخبط ما بين العملة التركية والعملة السورية والدولار، أصبح هناك فاقة كبيرة من الناس. يعني صرنا أغلب الأحيان نشتغل يوم ونعطل 10 لأنه ما قادرين نماشي الأسعار. يعني اليوم أغلب الأشخاص بتوقف على باب المحل بتسأل شو سعر الصندويشة وعلى سعرها بتبطل الشراء كله، أو بعض الأشخاص بيشتري صندويشة وممكن أنه يقسمها بالنص أو ثلاث أقسام لحتى يقدر يطعمي ابنه فيها. وبالرغم من الإعلان عن تغيير سعر التعامل إلى الليرة التركية، ولكن عدم امتلاك تلك العملات لدى أغلب العائلات النازحة يرغمهم على الشراء بالأسعار المرتفعة، وخاصة مادة الخبز الأساسية التي وصل سعر الربطة الواحدة إلى 1000 ليرة سورية، الأمر الذي يزيد من كاهل الأعباء ويجعل لقمة العيش من المصاعب التي تؤرق يوميات العائلة النازحة. ولكن هذا القانون راح يكون له تبعيات اقتصادية كبيرة على المواطنين اللي عايشين في المحرر، أدى لارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، والناس بدأت تعامل بالليرة التركية، ولكن بسبب الصرافين والتجار ما عم بيكون في التزام تام بهذا التعامل. فهذا القانون هو أكيد راح يسقط نظام الأسد، ولكن له تبعية اقتصادية كبيرة على الناس اللي عايشين في المحرر. لازم يكون في حل لهذه النقطة. برأيي أنه لازم يكون في دعم دولي جديد من المنظمات الدولية لإنقاذ المحرر لأنه في ناس بالمحرر تحت خط الفقر. إغلاق بعض المحال والمطاعم بسبب الغلاء وغياب القدرة للشراء وعدم ثبات أسعار الصرف بين تاجر وآخر ينذر بخطورة الوضع أكثر، مما يستدعي المنظمات المحلية والدولية لتعزيز دورها مستفيدة من القانون الذي يمنحها فرصة لزيادة العمل. وبالرغم من ارتفاع الأسعار إلا أن هناك أملا للسوريين بأن يساعد هذا القانون على إنهاء نظام بشار الأسد وإخراج المعتقلين وإعادتهم إلى منازلهم تاركين خلفهم خياما شاهدة على مأساة التغريبة السورية. سوريا كير ميديا، شادي العويني، مخيمات الشمال السوري.